السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس صفحة 29 لاباج 29. دونك مع لارتيكل دي ديكسيونير ديما مع ديكسيونير جو مونترين. دونك رونج لي ليست دو مو دون لوردر الفابيتيك غادي نرتبو رونجيا ورتبو الكلمات في الترتيب الابجدي ديال الحروف. دونك هنايا كنكونو حافظين لي زالفابي عندنا اس كنشوفو لا لتر الاولى اس وعندنا هنا سي V A L donc A A هي الاولى ابي لي زامبي هما النحل دونك هذه مشات عندنا سي في لي لتري الثانيه دونك كارطابل المحفظه من بعد غادي تجي كاينه اس و في و ال دونك ال ليتاج جيم الحليب محلبة اس سورير الابتسامة واجي في الاخر فيربال يعني جاية من فيرب فعلية نفس الشيء هنايا دوك عندي ا ا ا ا ملي كيكونوا لي لتر الاولين متشابهين كندوز للحرف الثاني عندي ار ام سي ان اذا سي هي الاولى اكتواليتي هما لي زانفورماسيون الاخبار دونك هذه مشات بقى دابا ديما ا ا بحال الحرف الثاني ار ام ان دونك ام ان ار امبولونس من بعد جي انونس اعلنا ومن بعد اخيرا اموار يعني الخزانه هنا نفس الشيء ام 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 بحال بحال نشوف الحرف الثاني او 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 الحرف الثاني حتى هو بحال بحال هنا غنمشيو للثالث عندنا دي دي بي دي سي اذا الحرف الثالث بي كتسبق موبيليي الحرف الثالث قلنا دي دي هذه درناها دي سي دونك سي كتسبق موش من بعد نبقاو هادو كلشي فيهم دي في الحرف الثالث نشوف الحرف الرابع عندي او او دونك الحرف الرابع بحال بحال نشوف الخامس هذا ما فيش خامس اذا هو الاول مود هنا او او حتى او كلهم بحال بحال نشوفوا السادس او الخامس دابا ال ار ال كتسبق موديل ومن بعد تجي مودرن جوج رولي شاك ابريفياسيون او جونغ و على ناتور كي لوي كوريسبون دونك ابريفياسيون هو الاختصار ديال الكلمه يعني مثلا ان اف اختصار كنقصدو بها نون فيمينا اسم مؤنث ادفيرب نون ماسكولان اسم مذكر فيرب ادجيكتيف اذا هنايا نستعملو مسطره دونك بارتيسيبي لاحظوا او ار سي ان فيرب شارك ولا ساهم ليجير خفيف دونك هذا سي ان ادجيكتيف لا سيليبريتي سي ان نون فيمينا اسم مؤنث هنايا سيريوزمون غالبا هادو اللي كتكون فيهم مون في الاخر تيكونوا سو سون دي ادفيرب ديما ملي تنديرو مون في الاخر تيولي ادفيرب موند هذا لو موند سي ان نو ماسكولين يعني اسم مذكر تري بيان maintenant je m'évalue donc lis cet extrait du dictionnaire puis complète donc نقراو هذا الديكسيونير هذه الورقه هذه اكستري يعني هذه الصفحه ديال الديكسيونير ومن بعد نكملو donc relève le mot repère dans cet extrait de dictionnaire mais كنقولو le mot repère repérer
يعني علامة شي حاجة كنعلموها بشي حاجة روبير. دونك هنا ديما تيكون هو في البداية ديال الصفحة، سيتادير بليابل. دونك لومو روبير اي بليابل، قابل للطي. شي حاجة بليابل يعني كتطوى بحال المظلة، بحال شي ناموسية كتتنا على جوج مثلا. غوليف لو جونغ ولا ناتور دو شاكان دي مو سويفون. دونك هنايا غنجبدو لو جونغ ولا ناتور، يعني الطبيعة ديال هاد الكلمات هادو، يعني الطبيعة هي بحال اللي درنا هنايا، واش ادجيكتيف فيرب. دونك بلياج هاي بلياج سي ان نو ماسكولان، نو ماسكولان. بليون غنجيو نشوفو هنا، بليون غنلقاوها ادجيكتيف نعت. بلي هيا غنلقاوها فيرب، سي ان فيرب. تري بيان، ماتنون شوازي ان مو دون اون باج دو طون ديكسيونير بوي اكري. دونك غتختار واحد الكلمة في شي صفحة من ديكسيونير ديالكم، عندكم ديكسيونير غتجبدو في شي صفحة من اختيار ديالكم، تكتبو لو مو شوازي. مثلا انا جبت ديكسيونير، اختاريت واحد الصفحة مثلا، اختاريت لو مو كومونسي مثلا. بدأ. دونك في هذيك الصفحة لو مو غوبير شفت الفوق في الأعلى ديال الصفحة لقيت كوموندون، يعني الصفحة كلها غتبدا بكم. لقيت كوموندون مكتوبة الفوق في الأعلى ديال الصفحة. لا ديفينيسيون دي مو شوازي، دونك هاد المو اللي اختاريت اشنو كتبوا ليا في لو سونس ديالو، في التعريف ديالو. دونك غتنقلوه من ديكسيونير، الا اختارت شي كلمة اخرى غتنقلوه من ديكسيونير. دونك انا لقيتهم كاتبين ليا مثلا ديبوتي entreprendre. دونك débuter entreprendre ودير ليا واحد الجملة ديال التفسير. مثلا كتبوا ليا جي كومونسي، دونك هادشي نقلتو من ديكسيونير، حيت هما قالوا ليا كتبوا من ديكسيونير. جي كومونسي مون ترافاي، بديت العمل ديالي. مون بديت العمل ديالي. فاصيله شرحوا لي هذه الجمله. جو مو سوي ميز ا لو فير، ا لو فير. دونك كومونسي دارو ليا في جملة، جي كومونسي مون ترافاي، هما يشرحو عليا. جو مو سوي ميز ا لو فير، بديت كندير فيه. جي كومونسي مون ترافاي يعني بديت كندير في العمل ديالي، بديتو يا كومونسي. لا ناتور لو جونغ دي مو، دونك هنايا تا هي في الديكسيونير كاتبين ليا قدامو فيرب، دونك سي تان فيرب. هاد الكلمة كومونسي اللي اختاريت في الديكسيونير كاتبين ليا قدامها فيرب، دونك لا ناتور و لو جونغ دي مو هو فيرب. تخي بيان، وكنت نكونو كملنا على لاباج 29 صفحة 29 من ميزابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.